بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم، قناة يلا زراعة للزراعة المنزلية. نتكلم في حلقة النهاردة عن موضوع وهو زراعة الأشجار بجوار البيوت أو المنازل. طبعا زراعة الأشجار يعتبر شيء جميل، بتوفر منظر جميل وبتوفر ظل وبتعتبر ساتر من الرياح، وكمان بتعتبر ساتر من الرؤية، بتتزرع لحماية الخصوصية. لكن في بعض أنواع الأشجار، وخصوصا الأشجار اللي هي بتقبل التشكيل وبيكون منظرها جميل، نقدر نشكلها على شكل دائرة أو مربع أو هرمي أو أيا كان، فالأشجار دي بتقبل التشكيل، مثل الشجر الكينوكاربس، ويمكن زراعتها كأسوار كمان، تعطي حاجز جيد بيمنع الرؤية. لكن مشكلة الأشجار دي إن جذورها قوية جدا ومتشعبة بشكل كبير، فزي ما احنا شايفين الجذور بتاعت الأشجار دي بتنمو وتكبر بشكل ممكن ان هو يسبب ضرر للمبنى، سواء للأساسات بتاعت المبنى او للأرضيات المعمولة للزينة، لأن الجذور ممكن توصل للأساس بتاع المبنى من تحت وتنخر فيه، وممكن أنها توصل، أو مش ممكن، أكيد أنها بتوصل للمواسير الري أو مواسير إمداد الماء ومواسير الصرف، وبتسدها بشكل كامل، بتدور على فتحة تدخل منها، وإذا ما لقيتش فتحة ممكن أنها تعمل فتحة وتدخل داخل الأنبوب وتسده بالكامل. علشان كده لازم ان احنا ننتبه للموضوع ده، وننتبه كويس لاختيار نوع الأشجار اللي بنزرعها جنب بيوتنا لتعطينا الظل وتعطينا المنظر الجميل. لذلك عند الرغبة في زراعة أشجار بجوار المنزل، يجب اختيار نوع تكون جذوره محدودة، ويجب تقليمه باستمرار وريه بانتظام حتى لا يضطر إلى أن تمتد جذوره للبحث عن الماء، كما يجب ترك مسافة بين الشجرة وبين المبنى، أو حفر خندق بين الشجرة وبين المبنى يمنع انتشار الجذور وتشعبها، وبالتالي يمنع الضرر الناتج عن زراعة الأشجار بغرض الزينة وبغرض الحماية بجوار المبنى. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من حلقة اليوم، وفي حالة وجود أي استفسارات يمكنكم كتابتها في خانة التعليقات، وسيتم الرد عليها في أقرب وقت. وإذا أعجبكم هذا الفيديو، لا تنسوا الضغط على زر أعجبني لتشجيعنا على الاستمرار والعطاء، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وشكرا لكم، وشكرا لمتابعتكم.